about the first part which we talked about it, but we must know what are the objectives of this part. In this part we will talk about what is the meaning of division, vision. Number two, we will talk about vision defects. Number three, identify how to use lenses to treatment او for the treatment of the vision defects. يبقى احنا هنتكلم النهاردة على ثلاث اجزاء: الفيجن، الفيجن ديفكتس، والتريتمنت اوف فيجن ديفكتس. Let's start. In previous part of this lesson we talked about types of lenses. We know that lenses can be classified into convex lens and concave lens. The convex lens is called converging, while the concave lens is called diverging. Why? The convex lens converging because it collects light after refraction. The concave lens is called diverging because it diverges light after refraction. First, we have question in the previous part. Which of the two lenses has larger focal lens? Why we talked about this question? Because when we talk about vision defect, it is one of the reason the thickness of the lens. Which of the two lenses has larger focal lens? مين فيهم عندهم أكتر focal lens? Thin or thick? And why? ها؟ سامعاكم بتجاوبوا؟ Yes, a thin lens has larger focal lens. Why? Due to decreasing of convexity, so the focus becomes far from the optical center and the focal length increases. Again, the lens which is thin has larger focal length than mean than a thick lens. Vision. What is the meaning of vision? طب ازاي انا بعمل vision او بشوف الاجسام ازاي؟ تعالوا نشوف الستراكشر كده اوف اي. احنا عندنا اللي يهمنا تو ستراكشر. مين هما؟ الكورنيا اوف ذا اي، وده الفيرست ممبرين اوف ذا اي، الغشاء الاورالي الخارجي لمين؟ للاي. عندنا اللينس دي تهمنا جدا، يبقى احنا عندنا الكورنيا، عندنا اللينس، وعندنا الايه؟ ريتنا اوف ذا اي. الريتنا اوف ذا اي اللي هي الشبكيه، يبقى انا عندي الكورنيا، عندنا اللينس، عندنا الريتنا اوف ذا اي. طيب وات ويل هابنز؟ تعالوا نبدا نتكلم الفيجن. قال لي انا عندي حاجه اسمها اي بول دايمتر. طيب ايه هو الاي بول دايمتر؟ عبارة عن الـ distance between optical center of the lens and retina of the eye. عبارة عن المسافة اللي ما بين الـ optical center وما بين retina of the eye. ده اسمه الـ eyeball diameter. وليه سميته eyeball diameter؟ لأن عندي الـ eye in a shape of a of a sphere. طيب في عندنا حاجة اسمها retina. إيه هي الـ retina؟ عبارة عن organ responsible for vision. هو عبارة عن عضو خاص بعملية الايه؟ الرؤية. So to see clearly، يعني علشان اقدر اشوف بايه؟ بوضوح. The image must be formed exactly on the retina. عشان اقدر اشوف كويس لازم الصورة تكون فين؟ تتكون فين؟ على الريتنا اوف ذا اي، على الشبكية. طب لو اتكونت قدامها او وراها، طبعا كده ما هيبقاش ايه؟ ده normal person، هيبقى عندنا defects، عيوب ابصار. يبقى اقول مرة تانية، الاي عبارة عن سفير، عندنا الستراكشر بتاعها اللي يهمني الكورنيا، اللينس، ها ريتنا اوف ذا اي. طيب تعالوا نشوف كده، اتكلمنا على الاي بول دايمتر، وده عبارة عن الديستنس بتوين ذا اوبتيكال سنتر اند ريتنا اوف ذا اي. الريتنا هي عبارة عن الاورجن ريسبونسبل فور فيجن، هو ده الاورجن المسؤول عن الفيجن نفسها. طب عشان اشوف كويس لازم الايمج بتاعتي فين؟ قال لي must be formed exactly
on retina of the eye. طيب لو انا normal person خلاص انا ما عنديش vision defect انا normal person هشوف ازاي ال distance بتاعتي؟ قال لي عندي near object at distance not less than 25 cm. طب لو هي كانت على بعد 25 سنتيمتر قال لي can't see it مش هشوفها او هتظهر كانها distorted. يبقى انا عندي لازم النير اوبجكت appears at distance not less than 25 سنتيمتر. طيب الفار اوبجكت at distance not more than 6 متر. يبقى انا عندي رينج من كام لكام؟ من 25 سنتيمتر لكام؟ 6 متر. طب انا مش هشوف بعد 6 متر لا اشوف بس ايه قال لي وي كان سي ايه ده ايه بقى ها بنسميها طبعا انا مش هقدر اشوف الديتيلز لكن هشوف الخطوط العريضه للاجسام او الجسم كده ولكن مش هقدر اشوف الديتيلز. يبقى انا عندي النورمال بيرسون كان سي كليرلي النير اوبجكت ات ديستنس نوت ليس ذان 25 سنتيمتر والفار اوبجكت ات ديستنس نوت مور ذان 6 متر. اجين يبقى ازاي الفيجن عندي بشوف؟ انا بقول لو انا normal person can see a distance not less than 25 سنتيمتر at distance not more than 6 متر. طيب هشوف ازاي؟ قال لي light falls on the lens of the eye and collects to form image فين؟ at the retina of the eye. يعني لو انا خدت كده بصوا معايا هاخد بس القلم انا عندي هنا لو افترضت ان ده light ray هيعمل falling على اللينس المفروض انه هيتجمع فين تمام كده على retina of the eye عشان يكون لي صورة. يبقى ده كده ايه normal person ماشي. طب ايه types of vision defect؟ What are the types of vision defect؟ Vision defect can be classified into two types. Number one, short sightedness. Number two, long sightedness. To differentiate between the two types of vision defect, we must know where is the image formed. To be normal person, the image must be formed on retina of the eye. But in short sightedness defect, the far object form image in front of retina of the eye. شايفين الجسم؟ أنا عندي جسم هنا إيه؟ tray. الجسم ده بعيد. اتكونت له صورة فين؟ in front of retina. So near object can be seen clearly. What? The far object can be seen distorted. Why distorted? Because its image is formed in front of retina of the eye. لكن النير اوبجكت الايمجز بتاعتي هتتكون فين؟ On retina. يبقى انا هشوف القريب لكن مش هشوف الايه؟ البعيد. يبقى في short sightedness the person can see near object clearly. While the far object can't be seen clearly, it's seen distorted. طيب في long sightedness طب ده النير اوبجكت هتتكون الصوره فين؟ قال لي هنا behind. شايفين الصوره؟ قال لي behind the retina of the eye. ادي الريتن. يبقى اتكونت فين؟ behind the retina of the eye. So the near object can be seen distorted while the far object can be seen clearly. ده long sightedness. يبقى في short sightedness انا شايف الايه؟ القريب واضح لكن البعيد هو اللي ايه؟ مشوش. بالنسبة للونج سايتدنس أنا شايف البعيد كويس لكن القريب ايه؟ distorted مشوش. ده بالنسبة للايه؟ الشورت واللونج. تعالوا كده نعرفهم ونشوف هنشتغل عليهم ازاي. We will start with short sightedness. تعالوا نبدأ بقصر النظر. احنا عندنا هنا الفار اوبجكت زي ما احنا قلنا عامل فولينج ادي اللايت ده كده بارل لايت راي تعمل ريفراكت اند كولكتد ان بوينت. البوينت دي فين؟
قال لي in front of the retina of the eye. ادي عندي الريتنا اهي، اتكونت صورة فين؟ in front of. طب to be seen clearly we must this image formed on retina of the eye، عشان اقدر اشوفها كويسة لازم تتكون فين؟ على الريتنا of the eye. ده بالنسبة للفار ولا النير اوبجكت؟ للفار. طب بالنسبة للنير اوبجكت؟ لا كان سين ايه؟ clearly. طب تعالوا نعرف كده بقى الشورت سايتدنس. It is the vision defect through which، ايه اللي حاصل؟ قال لي النير اوبجكت، ركز كده، can be seen clearly، انا شايف القريب بايه؟ بوضوح. But the far object same ايه؟ distorted. يعني ايه distorted؟ يعني مشوش. يبقى انا شايف النير بس، لكن هنا عندي الفار لا، seen او seem distorted، يعني يبدو ان هو ايه؟ مشوش. ده بالنسبه للشورت سايتدنس. يبقى define short sightedness، تعال نعرفها كده، نقول ايه؟ it is the vision defect اللي in which near object can be seen clearly while the far object the same distorted، تبدو وكأنها مشوش. جايب لنا صورة تاني للشورت سايتدنس، قال لي من خلالها هنحدد the reasons. طب what are the reasons of short sightedness؟ ايه الاسباب ورا قصر النظر؟ تعالوا كده نشوف. احنا عندنا الـ first reason of short sightedness، قال لي increase in eyeball diameter. لو احنا ركزنا كده السفير الـ eyeball diameter هيحصل له ايه؟ قال لي increases اللي هو الديستنس دي، اللي هي من اول الـ optical center لحد ما اوصل لفين؟ للـ retina of the eye. خلاص؟ ده اللي هو مين؟ الـ eyeball diameter هيحصل له increase. طيب ايه السكند ريزون؟ قال لي طبعا لما يحصل increase للـ eyeball diameter this lead to a، قال لي retina be far from the eye lens، هتبدأ الشبكية تبعد. ما هو حصل انبعاد كده منين؟ زي ما احنا بنقول من الخط اللي في النص ده اللي هو الديامتر بتاعي، فكأني والآي هتظهر زي الايه؟ الاوفل شوية، الاوفل شيب، تمام؟ هتظهر بشكل بيضاوي بدل ما كانت سفير، هتظهر شوية بالايه؟ بالاوفل شيب. يبقى عندي أول سبب أو الفيرست ريزون increase in the eyeball diameter that lead to retina become far from the eye lenses. طيب where is the image is formed؟ طالما الريتنا بعدت يبقى الصورة هتتكون فين؟ اهي in front of retina of the eye، امام الشبكية مش على الشبكية. في فرق ما بين in front of او on. تعالوا نشوف السكند ايه reason. قال لي increase in the convexity of the eye lens. اهي تعالوا كده نشوف هي دي سك ولا سن. سك يا مس، فعلا. عشان كده لما بدينا الجزء ده ابتدينا نتكلم على مين؟ ها السك لينس والسن لينس. لما كانت سك كان الفوكال لينس بتاعها قليل ولا كتير؟ هيحصل له انكريز ولا ديكريز؟ ايوه سامعاكم بتجاوبوني اهو، ديكريز طبعا اهو. كود شورتر فوكال لينس فور ذا اي لينس. يبقى انا عندي كده سببين ونتيجتين. تعالوا نشوف التو ريزونز. increase in the eyeball diameter that lead to a retina become far from the eye lens. الشبكية هتبعد عن مين؟ عن اللينس، عن عدسة العين. طيب لما يحصل increase in convexity of the eye lens الفوكال لينس becomes a shorter، هيبدأ يقل الفوكال لينس، فبالتالي الايمج is formed فين؟ in front of the retina of the eye not on retina of the eye، هيتكون امام الشبكية مش على الشبكية. يبقى نقول مرة تاني، احنا اتفقنا كده في نقطتين، اتكلمنا قلنا الفيجن انا هشوف كويس امتى؟ قال لي at distance not less than 25 cm and not more than 6 cm. طب عشان كده عندي defects. What are these defects؟ عندنا number one short sightedness و number two long sightedness. الشورت sightedness it is a vision defect in which near object can be seen clearly while the far object seem distorted as the image of
the far object formed in front of retina of the eye due to some reasons. لعدة أسباب. The first reason, increase in the eyeball diameter that causes retina to be far from the eye lens. Second reason, increase in the convexity of the eye lens that causes shorter of focal length for the eye lens. تمام؟ تمام. احنا ما زلنا في الشورت سايتدنس. تعالوا بقى ايه نعمل تريتمنت. قبل ما اعمل التريتمنت تعالوا نفهم شويه هو ايه اللي حصل. احنا عندنا زي ما تكون اللايت ريز، بصوا كده معايا اللايت ريز كلها اتكونت فين؟ اتجمعت بعد الريفراكشن in front of retina of the eye اهي زي ما احنا شايفين. تمام؟ يبقى the light ray coming from the far object are collected at point. البوينت دي فين؟ in front of eye retina and disperses after that forming an clear image. لان هي بيحصل لها ايه؟ مره ثانيه diverge او disperses، بتتفرق وتكون لي unclear image. يعني هنا ظهر كده unclear image، صوره ايه؟ مش واضحه، غير واضحه. تمام؟ ده بالنسبة للفار اوبجكت ولا النير اوبجكت؟ بالنسبة للفار اوبجكت. ده في الشورت سايتدنس، تمام؟ طيب، يبقى زي ما احنا شايفين كده الشورت سايتدنس، الفار اوبجكت جت منهم اللايت ري، اتجمعت لي عند نقطة، النقطة دي فين؟ in front of ايه؟ the retina of the eye. وبعد كده حصل لها ايه؟ diverge وكونت لي ايه؟ unclear image. طب تعالوا نشوف هنعالج ازاي الشورت سايتدنس. How to correct it. ده الشورت سايتدنس وده التريتمنت. تعالوا كده نشوف في الشورت سايتدنس، ادي الايمج in front of a retina of the eye. دي اللينس اوف مين؟ اوف ذا اي، دي عدسة العين. ادي اللايت كام فروم ذا ايه؟ ذا فار اوبجكت. خلاص؟ and collected in this point. طيب how can you correct this defect by using yes convex concave lens. هستخدم ايه؟ concave lens. why؟ قال لي to diverge light. بصي كده عندي اللايت عامل falling بالشكل ده على الconcave lens، تبدا تعمل له ايه؟ قال لي diverge. تمام؟ before entering the eye lens to be collected on retina of the eye. عشان يتجمع فين؟ على retina of the eye. يبقى انا هستخدم concave lens to diverge light before entering the eye lens to form image on retina of the eye. ده بالنسبه للفار اوبجكت ولا النير اوبجكت؟ بالنسبه للفار اوبجكت. طيب تعالوا كده بيقول اهو it is corrected by using of concave lens. why؟ that for which diverges. اهي اهم نقطة عندي انها تعمل diverges لمين؟ للريز. before falling on the eye، قبل ما تسقط على مين؟ الاي لينس. so the image is formed on retina of the eye. يبقى انا كده هقدر اشوف كويس. يبقى انا هعالج الشورت سايتدنس by using مين؟ concave lens that diverges light before entering the eye lens. خلي بالك ان انت الرسم عليك مهم قوي، تفهم الرسم وتقدر ترسمه، ترسم الايه الاي والفيجن نفسي الفيجن ديفكت وتبدا ترسم التريتمنت. في اسئله جت السنه اللي فاتت على الجزء ده في الامتحان الفاينل، بيجيب الفيجر نفسه يقول لي حدد لي انت مين الفيجن ديفكت. انت تقدر تحدد الفيجن ديفكت عن طريق الايه الفيجر بتاعي او الرسمه بتاعتي اللي قدامي. تمام؟ طيب يبقى احنا كده عملنا تريتمنت لمين؟ للشورت سايتدنس باي يوزنج ايه بقى؟ ها؟ كونكيف لينز ذات دايفرجز لايت بيفور فولينج اون ذا اي لينز. طيب اهو سو شورت سايتدنس بيرسون نيد ميديكال اي جلاس.
محتاج نظارة، النظارة دي لازم تكون ايه؟ concave lenses. We will start with the second type of vision defect that is called long sightedness. تعالوا بقى نبدأ باللونج سايتدنس عشان نقدر نميز ما بين الشورت وما بين اللونج. اللونج سايتدنس عندنا، تعالوا نشوف الشكل بتاعي ازاي. ده normal person اهو، عشان نقدر نقارن ونعرف ازاي هنعرف اللونج سايتدنس. شايفين السفير بتاعتي، السفير اوف ايه؟ اوف اي. هنا الشكل مختلف، ايه اللي حصل لها؟ قال لي الاي بول دايمتر بدا يعمل ديكريز. خلاص يبقى ده نورمال بيرسون اهو، الرسمه دي كده نورمال بيرسون. ادي اللايت فولينج اون ذا لينس اند ايه فورمد ايمج اون ريتينا اوف ذا اي. طيب بالنسبه بقى للونج سايتدنس، ادي اللايت عامل فولينج واتكونت الصوره فين؟ behind the retina of the eye، خلف ال retina of the eye. ده بالنسبة للنير ولا الفار؟ النير object، لأن الفار object هتتكون فين؟ on retina. أنا ما عنديش مشكلة في الفار object، أنا مشكلتي كلها فين؟ في النير object. ليه؟ لأن ال image formed behind the retina of the eye، الصورة اتكونت خلف الشبكية، فمش هقدر أبعتها صورة واضحة، هتتبعت للبرين صورة إيه؟ distorted، مشوشة. طب لما اجي اعرف اللونج سايتدنس، what is the meaning of short of long sightedness؟ It is a vision defect through which a far object can only be seen clearly while or path near object same distorted. خلاص اقول تاني، يبقى اللونج سايتدنس it is a vision defect at which مين اللي ظهرت كويسة؟ الفار object. مين اللي distorted؟ النير اوبجكت. خلي بالك ان ده عكس مين؟ اللونج سايتدنس، الشورت سايتدنس. لان احنا في الشورت سايتدنس قلنا ان انا عندي النير اوبجكت هي اللي كان سين ايه كليرلي، لكن الفار اوبجكت سيم ديستورتد. يبقى اللونج سايتدنس مره ثانيه it is a vision defect at which the far object can only be seen clearly but near object same distorted. تعالوا كده نشوف الريزونز بتاعتي. هنا عندي هعمل فولينج لللايت اهو، ينزل على ادي اللينس بتاعتي ماشي. قال لي هتبدا تعمله تجمعه، هتجمعه فين؟ ها قال لي behind the retina of the eye. يبقى اللونج سايتدنس it is a vision defect through which a far object can only be seen clearly but near object same distorted. تمام؟ طيب what are the reasons of long sightedness؟ long sightedness has many reasons as short sightedness. What are these reasons؟ تعالوا نبص كده يا شباب. أول نقطة عندي هتكلم فيها ال eye diameter، الاي بول دايمتر. يا ترى ده قل ولا زاد؟ احنا خلي بالنا لحد الاوبتيكال سنتر، ها قل ولا زاد؟ لا قل. يبقى انا عندي هنا ديكريز ان اي بول دايمتر. طب ده هيؤدي الى ايه؟ ان الريتنا تقرب ولا تبعد؟ ايوه تقرب. يبقى this cause the retina to be close، close يعني near to the eye lens، هتقرب من العدسه شويه. فلما تقرب من العدسة شوية الصورة تتكون فين؟ قال لي الـ image is formed behind the retina of the eye، هتتكون ورا الـ retina of the eye. طب تعالوا نشوف الـ second reason. قال لي decrease in convexity of the eye lens، تقليل في التحدب. تمام؟ قال لي يعني هتبقى thin ولا thick؟ ها thin ولا thick؟ يا اهلا يا روان، الحمد لله على السلامة. تمام، هنا عندي اللينس سك ولا سن؟ هنا المفروض هتبقى سن، فالفوكال اللينس هيبقى ايه؟ ها؟ هيبقى ايه؟ أكتر ولا أقل في السن؟ احنا اتفقنا في السن هيبقى الفوكال اللينس ايه؟ أكبر. تمام؟ طيب
يبقى السرعة هنا هتتكون فين؟ خلص long focal length. فبالتالي النير ولا الفار؟ النير اوبجكت ولا الفار اوبجكت؟ لان احنا قلنا بالنسبه للونج انا هشوف مين؟ ايوه الفار اوبجكت، والنير هي اللي هتظهر ايه؟ ديستورتد. تمام، يبقى النير اوبجكت هتتكون فين؟ ها ايوه behind the retina of the eye. يبقى what are the reasons of the long sightedness؟ number one decrease in eyeball diameter. Number two, decrease in convexity of the eye lens. عندنا results، عندنا نتائج. Decrease of eyeball هيؤدي إلى إيه؟ lead to retina to be close to the eye lens. طب decrease in convexity leads to longer focal lens. تمام. تعالوا كده ناخد جزء كمان. نشرح اكتر. قال لي هنا عندي اللايت راي coming from near object اللي هي هتظهر ايه؟ distorted are collected at point behind. يبقى ليه الصوره بانت distorted؟ لان اصلا اتكونت فين؟ شايفين كده مركزين اهي behind the ايه؟ the retina of the eye. خلاص. and dispersed after that forming unclear image. هيحصل لها diverge وتكون لي unclear image، صورة غير ايه؟ واضحة. عشان كده اللونج سايتدنس احنا كنا بنقول انه vision defect in which the far object seen clearly while the near object seen او seem distorted. طب نعمل treatment ازاي؟ How to correct it? It is corrected by using convex lens. أنا هنا ده كده اللونج سايتدنس، الصورة اتكونت فين؟ behind. أنا عايز أعمل معالجة، هستخدم إيه؟ زي ما أنتم شايفين convex lens. ليه؟ قال لي to collect light أهو زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا إيه؟ before falling on the eye lens. هتبدأ تتجمع أكتر، خلاص؟ بس قبل سقوطها على مين؟ على الأي لينز، عشان تتكون لك الصورة فين؟ أهي اتكونت فين؟ on retina of the eye. بعد ما كانت متكونة behind هتتكون فين؟ on retina of the eye على الشبكات. تمام؟ يبقى تاني ال long sightedness it is corrected by using أهي convex lens which collects the light rays before falling on A on I. قبل سقوطه على العين هي هتجمع. فبالتالي الايمج هتتكون فين؟ is formed on the retina of the eye. طيب نلخص اللي احنا خدناه. احنا خدنا two vision defect. ايه هما two vision defect؟ عندنا number one short sightedness، number two long sightedness. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الشورت سايتدنس واللونج سايتدنس. احنا قلنا الشورت it is a vision defect in which the near object can seen clearly while the far object seem distorted. طيب في اللونج سايتدنس الفار اوبجكت كان seen clearly while the near object can be seen distorted. طب هعمل تريتمنت ازاي؟ في الشورت تريتمنت بايه؟ بكونكيف لينس، اما في اللونج بكونفكس لينس. طب ايه الريزونز؟ بالنسبه للشورت الريزونز عندي increase the eyeball diameter, increase the convexity, decreasing of focal length. طب بالنسبه للونج سايتدنس decreasing of eyeball diameter, decreasing convexity of eye lens, increasing the focal lens. تمام؟ بعد ما خدنا الفيجن ديفكت تعالوا ناخد
الكونتاكت لينس. What is the meaning of contact lens؟ طبعا الكونتاكت لينس اللي هي العدسات اللاصقه كلنا بنستخدمها طبعا instead of ايه of medical glasses، بدلا من الميديكال جلاسز. تعالوا نعرف الكونتاكت لينس ايه هي العدسات اللاصقه. طبعا used instead of medical glasses هي عباره عن very thin lens، عباره عن عدسه رقيقه جدا طبعا made of a plastic transparent plastic and can stick to the lens cornea by the eye fluid، يعني هي تلتصق عن طريق سائل الايه العين. تمام، يبقى الكونتاكت لينس عباره عن very thin lens made of plastic طبعا and can stick to the cornea of the eye by eye fluid. هستخدمها في ايه الكونتاكت لينس؟ طبعا الكونتاكت لينس بستخدمها to treatment some vision defect برضو زي الميديكال جلاسز. ناخد ديزيز بقى، هناخد مرض من ضمن الامراض المنتشره جدا في امراض العيون وهي الكاتراكت ديزيز. What is the meaning of cataract؟ طبعا الكاتراكت معروف ومتداول ما بيننا اللي هو مرض المياه البيضاء. تمام؟ طب تعالوا نشوف ايه هو الكاتراكت ديزيز. شايفين الديفرنس اللي في الصورة اللي قدامي؟ ده طبعا دي كده normal person، دي انسان عادية خالص طبيعية وعينها كويسة. شايفين هنا كده اللينس العدسة، بصوا حاصل فيها ايه؟ داركنس اعتام. ادي ميه، ادي ايه العدسه بتاعتي اهي، عدسه العين زي ما انتم شايفين، مش زي النورمال بيرسون، مش زي الانسان الطبيعي. يبقى لما اجي اقول الكاتاراكت ديزيز هو عباره عن ديزيز ذات كوزز ديفيكولتي اوف فيجن از ريزلت اوف داركنس اوف اي لينس، هو عباره عن يعتبر صعوبه في الرؤيه او مرض يؤدي الى صعوبه الرؤيه خلاص نتيجه اعتام عدسة العين. زي ما احنا شايفين عدسة العين زي ما يكون عليها غشاء، الغشاء ده يشيل الرؤية خالص، فعشان كده الرؤية بتبقى غير واضحة تماما فين في الكاتاراكت. مشكلة الكاتاراكت ديزيز ان هو يعتبر من ضمن الامراض المعدية بس فين في نفس الشخص، يعني هو ممكن يعدي من الرايت اي لمين للليفت اي، من العين اليمنى للعين الايه اليسرى، ولكن هو ما بينتقلش من انسان لانسان زي ما احنا عارفين، لكن هو بينتقل في الانسان نفسه من العين اليمنى للعين الايه اليسرى. يبقى ايه هو الكاتاراكت ديزيز؟ هو عباره عن ديزيز ذات كوزز ذا ديفيكولتي اوف فيجن از ريزلت اوف داركنس اوف اي. وطبعا هنا الايليز واضحه جدا في الصوره الكاتاراكت. طيب what are the reasons for cataract disease؟ ايه اسباب مرض الكاتاراكت او المياه البيضاء؟ ايه اسبابه بالنسبه لي كانسان؟ قال لي نمبر 1، تعالوا كده نشوف، شايفين عدسه العين بتاع البنت دي او الصوره دي فيها داركنس ازاي؟ تعالوا نشوف اول سبب. الاولد ايج، يعني ايه اولد ايج؟ الكبر في السن، يعني لو احنا بنتكلم على جدود بقى والناس الكبيره في السن دول اكثر عرضه لمين؟ الكاتاراكت ديزيز. تمام؟ لأن طبعا النظر كده كده بيضعف وبيحصل له تأثيرات بمرور الايه؟ الزمن أو بمرور العمر. يبقى الفيرست ريزون اوف كاتاراكت ديزيز از اولد ايج. تعالوا نشوف السكند ايه؟ السكند ريزون الالنس. Some diseases causes cataract disease. في بعض الأمراض أو الايه المتداولة هي ممكن تؤدي إلى مرض الكاتاراكت. قال لي السايد افكتس اوف دراجز. طب هنا الدراجز اللي هي كلها تعتبر الميديسن الادويه ان جنرال، يعني ممكن تكون المضادات الحيويه اللي هي الانتي بوديز اللي احنا بناخدها، المضادات الحيويه اللي احنا ممكن ناخدها او بعض الايه الادويه والعقاقير. يعني هنا كلمه دراجز هي هتبقى ايه؟ عقاقير وادويه وليست المخدرات بس. يبقى السايد افكتس اوف دراجز ده الثيرد ريزون. طيب عندنا بقى هنا جينيتك ريدنس، يعني ايه جينيتك ريدنس؟ استعداد وراثي. يعني ايه استعداد وراثي؟ يعني ان يكون البيرسون هاز جين ذات ريسبونسبل فور كاتاراكت ديزيز، يكون عندي او كارير لجين المسؤول عن مرض الايه الكاتاراكت في العيله، يبقى هو عنده استعداد وراثي ان هو ايه يحصل على
الكاتاراكت ديزيز. تمام، يعني احنا ممكن كلنا كارير، بس مش كل الامراض الوراثيه ممكن تظهر الا لو احنا طبعا ادينا لها الظروف المناسبه لظهور هذا المرض، بس ممكن يكون في استعداد وراثي للمرض. يبقى انا عندي كده 4 reasons for cataract disease: number 1 old age، number 2 illness، number 3 side effects of drugs، number 4 genetic evidence اللي هو الاستعداد الوراثي. ده reasons of cataract. يبقى احنا اتكلمنا النهارده عن 3 موضوعات. الفيجن ديفكت خدنا فيها ها الشورت سايتدنس واللونج سايتدنس، اتكلمنا بعد كده على الكونتاكت لينس العدسات اللاصقه، واتكلمنا كمان على الكاتاراكت ديزيز والاسباب اللي قدامنا في الشاشه اللي هم 4 reasons: old age, illness, side effect of drugs، وعندنا اخر نقطه معايا الجينيتك ريدنس. تعالوا كده نعمل نتكلم على ايه الريزلت اوف كاتاراكت ديزيز. طبعا darkness of the eye lenses that causes difficulty of vision، هتؤدي الى صعوبه الرؤيه. طب يا ترى عندي الكاتاراكت ليه علاج؟ has treatment؟ قال لي has treatment. طب ايه هو التريتمنت اوف كاتاراكت؟ قال لي through surgery. طبعا انا هعمل surgical operation، عمليات جراحيه. قال لي to exchange the eye lens with transparent plastic lens transplanted permanently in the eye. يبقى انا هبدا ابدل اللينس اللي حصل فيها داركنس وهبدلها بايه؟ ترانسبيرنت بلاستيك لينس، بعدسه شفافه من البلاستيك، بس هتبقى بصوره دايمه permanently in the eye طبعا through surgical operation، من خلال عمليه جراحيه. يبقى الكاتاراكت لا تدخل بالميديكال جلاسز، مش بالنظارات، ولكن التدخل هيبقى تدخل ايه؟ جراحي، surgical operation. في life application اللي هي land areas measurement، ازاي اقدر اقيس مساحة الارض الايه؟ الزراعية او اي ارض انا عايز اقيس المساحة، يبقى انا هقدر اقيس اللينس والايه والويتس. هبدأ اعمل ايه؟ قال لي عندنا التوبوغرافيكال ساينتستس اللي هم علماء المساحه او التوبوغرافيا، دول هيستخدموا ايه؟ قال لي يوز سبيشال ديفايس، بيستخدموا اجهزه متخصصه تو ديترماين ذا هايت اند ذا لينس اند ذا ديستنس اوف ذا ايه اوف ذا اريا. تمام، باي ايه؟ ازاي هيستخدموا او ازاي هيحسبوا الاريا؟ تمام كده، تعالوا نبص. قال لي باي سيندينج ا بيم اوف ايه ليزر ريز، هيبدأوا يبعتوا بيم اوف ليزر، طبعا حزمة ضوئية من شعاع الليزر، then receiving it again، وهيبدأوا يعملوا لها receiving by ايه بقى؟ يا اما ميرور يا اما لينسز. تتوقعوا الميرور مين واللينسز مين؟ الكونكيف ميرور يا اما كونفكس ايه لينس. قال لي provided in these devices، طبعا موجودة فين؟ جوه هذه الأجهزة. طب لما أعمل reflection هيبقى عندي هنا distance وعندي تايم. انا عايز احسب الديستنس، برضو ما قلتليش احسبها ازاي. انا عندي الليزر از ا لايت، يبقى هاز سبيد، السبيد بتاعته ايكوال كام؟ 3 ها ملتبلاي 10 باور 8، يبقى انا عندي الفيلوسيتي او السبيد، صح؟ طيب وهو المفروض حاسب تايم بالستوب واتش، خلاص. يبقى انا عايز الديستنس، الديستنس هاخدها مين؟ الفي ملتبلاي لمين؟ للتايم. هقدر احسب الديستنس، بس طبعا هعمل لها divided 2، وده ليه؟ لان انا عندي اللايت عمل ايه؟ ها going then returning back، عمل ذهاب وعوده. طالما ذهاب وعوده يبقى cover distance ايه twice، قطع المسافه ايه مرتين، وانا عايز المسافه بس، فانا هعمل divided ايه 2. يبقى بالنسبه للtopographical scientists بيستخدموا عندي technology او بيستخدموا application تطبيق to measure the height and the distance of to measure the area of some lands by sending a beam of laser rays then receiving it again by mirror or a by lenses. تمام، تعالوا بقى كده نشوف اسئله وهنتظر حد يحل الاسئله. question number 1 complete. A short sightedness او a short sighted person need the medical eye glasses with lenses. نوع اللينسز ايه؟ ها
انتظر الإجابة. أيوة تمام، concave lens. يبقى أنا عندي short sightedness can be treated by glasses with a concave lenses. تمام. Question number two. A vision defect which is due to shortness in the radius of the eye sphere. طبعا ال radius اللي هو ال eyeball diameter. لما أعمل shortness يبقى decreasing. إمتى يكون decreasing في ال radius؟ ها هيكون decreasing فين؟ برافو يا دعاء. طيب عندنا هيبقى يحصل decreasing يا ترى في اللونج ولا في الشورت سايتدنس؟ تعالوا كده نشوف الإجابة. في اللونج. احنا قلنا في اللونج سايتدنس ان انا يكون عندي decreasing of eyeball diameter, decreasing of convexity, increasing of focal length. طالما هنا shortness of radius او للاي بول دايمتر يبقى ده لونج سايتدنس. سيرفي كويشن. The point that in the middle of the reflecting surface. ده الجزء ده على الميرور عشان نبدأ نفتكر مع بعض. The point that is in the middle of reflecting surface of concave mirror is called. كان اسمها ايه؟ شاطرة تانية دعاء وروان. أهلا بيكو، شكرا على إجاباتكو، برافو عليكو. تمام. طيب تعالوا كده نشوف. مين البوينت دي؟ كنا سميتها ايه؟ البوينت that is in the middle of reflecting surface of concave mirror is called. أيوة سميتها ايه؟ بول طبعا، وكان be represented by B letter، بعبر عنها بحرف البي. خلاص؟ تعالوا نشوف سؤال كمان. Four. The straight line that passes by the ball of mirror and its spherical center. كان ال straight line ده اسمه ايه؟ اللي هيعدي بالبول وهيعدي ب. طيب في ممكن تسأل طبعا، ابعت لي السؤال اللي انت عايزه. طيب عندنا straight line. عندنا straight line that passes by. Straight line passes by the ball and the mirror and its spherical center. طيب ده هيبقى ايه؟ ها طبعا روان، معلش يا روان انت مجاوبه بتقولي لي اوبتيكال سنتر في الكويشن نمبر 3. لا تعالي نرجع له كده. احنا قلنا ايه الاجابه؟ البول. طبعا دعاء حلته صح. روان راجعي معلومتك شويه. طب نرجع للسؤال الرابع. الستريت لاين ده هسميه ايه؟ ها هسميه برينسيبال اكسس. برافو عليكي يا روان ودعاء. فين سؤالك اللي انت كنت هتسأل عليه؟ دي الإجابة. تعالوا نشوف نمبر 5. The distance between focus and concave mirror and its bool are. Focus للconcave mirror and its bool. تمام. ها distance دي هتبقى focal lens. يبقى the distance between the focus and the bowl. distance ما بين الفوكس والبول هتبقى ايه؟ focal lens. طيب ابعت السؤال اللي يعجبك وانا هرد عليك، مفيش اي مشكلة خالص. تعال نشوف question number 6. convex convex mirror has focal lens 30 centimeter. Then the radius of its spherical surface equal.
ها هيبقى كام؟ لو الفوكال لينس 30، ايه علاقة what is the relation between focal length and the radius؟ There is a relationship between them. The radius equal double the focal length. So the radius of the convex mirror equal ايوة دعاء برافو روان برافو equal 60 سنتيمتر. برافو عليكم. طيب تعالوا نشوف كده question number 7. The phenomena of the light bouncing off in the same medium when it meets the reflecting surface. هيبقى equal أو is called the phenomena of light bouncing off in the same medium when it meets the reflecting surface is called what? Light reflection. Light reflection. Not refraction. تمام. تمام. يبقى هنا عندي the phenomena of light bouncing off in the same medium when it meets the reflecting surface. حتى من اسمها reflecting هسميه light reflection اهو. ايوه تمام light reflection. تمام تمام يا روان ودعاء. السؤال التاني او الثامن بقى. The radius of concave mirror equal space of its focal length. ها طبعا عندنا number 8 بجاوبنا عليها دعاء روان بتقول double. يبقى انا عندي هنا ال radius of concave mirror equal double the focal length. تمام. طيب تعال نشوف number 9. number 9 دعاء برضو روان جاوبين بنقول space is the image that can be received on screen. دي number 9 هتبقى real image. Real image is the image that can be received on screen. ده number 9. شكرا يا دعاء. طيب تعالوا نشوف question number 10. بيقول the incident light ray parallel to principal axis of concave mirror. It will reflect passing through a ها ايوه focus. برافو عليكم. اجاباتكم كلها ما شاء الله صح. يبقى passing by the focus. تمام. تعالوا نشوف سؤال كمان. Give a reason. The focal length of thick convex lens is less than that thin convex lens. ليه الفوكال لينس للثيك هيبقى less than the thin convex lens؟ طبعا احنا جاوبنا السؤال ده وقلنا because the convexity of its lens face is larger. ده مين اللي larger؟ السكة طبعا. So the focus is nearer to the optical center. طب عشان كده الفوكس هيقرب فبالتالي هيبقى الفوكال لينس أقل بالنسبة لمين؟ للسك. يبقى تاني السك لينس has convexity of its lens face is larger so the focus is nearer to the optical center. عشان كده الفوكال لينس هيبقى اقل ولا اكتر؟ اقل بالنسبه للسك. تعال نشوف السؤال الثاني.
concave lens is used to treat short sightedness. ليه الكونكيف لينس هستخدمها؟ برضو السؤال ده جاوبته في الشرح، قلت ليه؟ to diverge the light rays before falling on the eye so the image is formed exactly on the retina. يبقى عشان تعمل diverge the light ray before entering the eye. تعالوا نشوف سؤال كمان. long sightedness is treated by using convex lens. برضو ليه؟ قال لي to collect the light rays before falling on the eye so the image is formed exactly on the retina of the eye. The object that is placed at the focus of convex lens doesn't form an image of it. ليه مش هيكون لي صورة؟ When the object at focus, huh? Yes, because refracted light rays are parallel to each other. آخر سؤال معايا في الجيف ريزون. The collecting lens has two foci but the collecting mirror has one focus. عندنا اللينس عندها two foci لكن الميرور عندها focus واحد بس. هقول because lens has two spherical surface but mirror has only one spherical surface. آخر سؤال معايا، نوع من الأسئلة. Choose the correct answer. Concave mirror with focal length 20 cm and the object is placed at distance of 50 cm from the mirror. The image formed at distance, yatara more than 40, yatara more than 20 cm and less than 40 cm, yatara equal to 20 cm. Which answer is correct? مستنية إجاباتكم. السؤال الثاني. Spherical mirror, where its radius 60, so its focal length equal. يلا بقى كده جاوبوا، بعتوا لي الإجابات للquestion number 1 وquestion number 2. طيب تعالوا نفسر كده الموضوع. إحنا عندنا الفوكال length بكام؟ ها؟ between. أهي. طيب الأوبجكت فين؟ at distance 40, 50. طب إيه علاقة الـ 50 بالـ 40؟ equal double؟ no. greater than double. يبقى الاوبجكت هيبقى فين؟ greater than double. يبقى في الحاله دي الصوره هتتكون فين؟ at distance greater than focal length و less than double. يبقى مين الاجابه الصحيحه؟ فين؟ A or B or C. هتبقى more than 20 سنتيمتر and less than 40. يبقى دي الاجابه الصحيحه. طب تعالوا نشوف كده السؤال الثاني. Spherical mirror whose its radius is 60 cm so its focal length is equal. طبعا focal length half radius يبقى equal 30 cm. Question number 3. When the object is at center of curvature of concave mirror the image is formed. ايه خصائص الصورة؟ What are the properties of image that is formed? Real, inverted and smaller. Real, inverted and equal. Virtual, inverted and enlarged. When the object at center يبقى أنا عندي هنا الإجابة بتاعتي هتبقى real, inverted and equal أهي اللي هي B. يبقى real, inverted and equal to the object. Question number 4. An object when placed at distance less than the focal length of convex lens, the properties of image formed are. الجسم فين؟ less than focal length. طالما less than focal length يبقى انا عندي الاجابه بتاعتي هتبقى ايه؟ real, inverted and enlarged لأنه less than the focal length. يبقى دي الإجابة الصحيحة. يبقى احنا اتكلمنا النهاردة عن ايه؟ number 1 الفيجن، number 2 vision defects، number 3 treatment of vision defects.
طبعا كده خلصنا يونت 2. ان شاء الله باذن الله الحصه اللي جايه هنبدا يونت 3. شكرا على حسن المشاهده، ما تنسوش اللايك والشير وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد.